الحمد لله النهارده على المكسب اللي المنتخب المصري حققه. طبعا لسه احنا في بداية المشوار، بدور المجموعات ما بيبقاش برضو بنفس قوة لما تخش في دور الستاشر او دور الثمانية، بيبقى الموضوع برضو بتقابل فرق اقوى وبيبقى الماتشات بتبقى صعبة. المنتخب اداؤه يعني مش هقول ان هو حلو قوي لا، بس اللي هو يعني لحد ما في نفس الوقت يعني فوق المتوسط شوية، لسه في احسن من كده، لسه في لعيبة كتير لسه ما قدمتش اكتر حاجة عندها. طبعا بتمنى طبعا مواجهة المنتخب المغربي للمنتخب المصري. المنتخب المغربي منتخب محترم، اللعيبة اللي فيه على مستوى عالي جدا من المهارات الفنية، وبيلعبوا برضو في فرق محترمة جدا، مقدمين طول السيزون اللي فات في الأندية اللي بيلعبوا فيها، بيقدموا برضو بمستوى كويس. مش عارف اسميه اه، بس هو حكيم زياش هو اللي اكتر حد يعني لفت نظري، عمل حقق في دوري الابطال قدام فرق كبيره زي منهم ريال مدريد، برضو حقق مستوى كويس يعني، حقق مستوى كويس يعني. بصراحه انا بحب حكيم زياش، بحب طريقه لعبه، لسه قدامه برضو يعني مستقبل كويس. شكون اللي كسر الشح في النهائي؟ في النهائي بص، هو عامة شمال افريقيا كله انا بحترم الكرة بتاعته، لان هم احنا يعني اكتر ناس فاهمين لعب بعض، وفي نفس الوقت طبعا المنتخب المغربي انا بصراحة متوقع المنتخب المغربي مع المنتخب المصري. لو لعب المنتخب المغربي مع المنتخب المصري مين هتشجع؟ انت بتسألني سؤال عارف اجابته، مصر طبعا، بس اكون يعني بتمنى ان يكون حتى لو بطولة مش مصرية تبقى يعني عربية في الاول والاخر. لو المغرب اخذ البطولة هتكون فرحان؟ لا يعني مش هبقى فرحان قوي، بس يلا عادي بقى خلاص هنمشيها. طبعا احنا حابين ان احنا طبعا نشكر لعبتنا اللي قدوا بمستوى ممتاز جدا، خصوصا كابتن طارق حامد موت نفسه على كل كورة. طبعا الكابتن بالنسبة لي يعني احسن واحد كان في الماتش النهاردة احمد محمدي، فتح الماتش لينا. في بقى حاجتين كده حابب برضو اعلق عليهم في الماتش ده، تمام؟ الماتش ده عايز تدي لافريقيا كلها ان انت فريق جامد، انت خلاص انت فتحت الماتش بسكور 2-0 في اول 30 دقيقة، دوس عشان خاطر 4-5 تقدر ترعب كل فرق افريقيا، تمام؟ احنا كده اعتبر صعدنا، مستنيين طبعا الجزائر، مستنيين المغرب، مستنيين كل الفرق العربية بإذن الله، تونس بإذن الله. بس انا مش عايز انا اقابل المغرب، لان دلوقتي يعتبر يعني اجمد فريق في القارة الافريقية المغرب، بس عيبهم ان هم مش اللعيبة ذات نفسها تحس ان هم مش متفاهمين، كل واحد بيلعب فردي شوية. متابع للكرة المغربية؟ لا انا متابع لعيب واحد بس عشان انا مدريدي شوية، فهو طلعنا بشكره جدا قدامه. بس هو يعني لعيب كويس جدا وشاب وقدامه مستقبل كويس، بس طبعا انا من بطمح طبعا هم عارفين حاجين زياش يعني، بطمح برضو في ان محمد صلاح يقدم بطولة كويسة، ياخد البطولة عشان خاطر هو مثلا معاه دلوقتي دار ابطال وبطولة افريقيا، فيقدر ان شاء الله باذن الله ينافس حتى في الكره الذهبيه، بدل ما كان تصنيف مثلا في الكره الذهبيه خامس يقدر ان شاء الله يخش حتى لو تاني، وتبقى برضو اضافه للكره العربيه والكره المصريه باذن الله. ماشي، اول حاجه بنرحب باهل تونس وباهل افريقيا كلهم في مصر في موطنهم الثاني مصر، واكيد طبعا نفسنا ان احنا نتقابل النهائي، ما يبقى نهائي مصري مغربي عشان طبعا كل المصريين بيحبوا المغرب، وان شاء الله النهارده الاداء كان كويس وان شاء الله يبقى نهائي عربي مصري مغربي باذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.